خليني اقول لك على خبر كمان لطيف جدا، تسليم اول 3 أقمار صناعية تعليمية للجامعات من انتاج وكالة الفضاء المصرية، تصفيق حاد. معانا على التليفون دكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ يوسف، مساء الخير يا فندم. مساء النور وتحياتنا اولا يا فندم. الله يكرمك، شكرا جزيلا. ايه 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 موضوع الثلاث اقمار صناعيه للتعليم والبحث العلمي؟ احنا عايزين نفهم يا فندم ايه الحكايه دي؟ دي واضح ان الموضوع ده كبير ومهم. حقيقي هو موضوع مهم جدا. وكاله الفضاء المصريه وطبعا وزاره التعليم العالي والبحث العلمي عندها خطه للنهوض بالبحوث والتطوير في مجال صناعه الفضاء. حلو. والمشروع اللي تم يعني تسليم 3 أقمار صناعيه زي ما حضرتك ذكرت تعليمية اليوم إلى بعض الجامعات المصرية من وكالة الفضاء في حضور معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، هو يعني حلقة في سلسلة من المشروعات والخطة التنفيذية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللي بتدعم تنفيذها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. عظيم. الأول بس أنا عايز أطمن للسادة المشاهدين إن المشروع ده سبقه مشروع آخر، بس يعني الظروف محدش ركز معاه شوية، إن تم إطلاق عدد 2 قمر من المعروفة بالأقمار أقمار محصية سنة 2019 من اليابان، وكانت تصنيع محلي مظبوط من تحالف للفضاء كانت بتدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وده المشروع الثاني، وفي مشروع ثالث إن شاء الله بيتم حاليا ايضا عن المشاركه في تصنيع قمر صناعي افريقي لاهداف رصد التغيرات المناخيه. الخلاصه اللي انا عايز اقول ان المشروع سلسله من مجموعه من المشروعات ضمن خطه تنفيذيه. نتكلم عن المشروع، المشروع عباره عن ايه؟ مصر انشات وكاله الفضاء المصريه، وهتستضيف كمان وكاله الفضاء الافريقيه، وعندنا قدرات في الجامعات المصرية، ولكن عايزين نبني قدرات وكفاءات جيل جديد من شباب المهندسين والمتخصصين في مجال صناعة الفضاء. وبالتالي وكالة الفضاء المصرية تبنت مشروع تعليمي لتعليم الطلاب وخريجي الجامعات المصرية، طبعا بالتعاون مع كليات الهندسة والعلوم في الجامعات المصرية، على تصنيع محلي للأقمار الصناعية التعليمية. ودعمت هذا المشروع أكاديمية البحث العلمي، والمرحلة الأولى منه كانت النهاردة تم بالفعل انتهاء من تصنيع 3 أقمار صناعية تعليمية، وتم تسليمهم إلى جامعات عين شمس وحلوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وبقى في يعني زي معامل متخصصة للطلاب لمعاونتهم على التدريب وتصنيع الأقمار في معامل الجامعات المصرية. وإن شاء الله يعني المشروع ده ممتد، هيغطي كل الجامعات المصرية على نهاية العام القادم بإذن الله تعالى. الخلاصة إن مصر لما أنشأت وكالة الفضاء المصرية ما كانش مجرد إنشاء يعني مبنى وصدور قرار جمهوري بإنشاء وكالة الفضاء، ولكن كان بيسبقه خطة بحثية وخطة للبحوث والتطوير على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وعلى كل المستويات، بداية من الطلاب قبل ما يتخرجوا من الجامعات. طب دكتور محمود، سؤالي الأخير حتى لا أثقل عليك، يعني أي منشأة في الدنيا، أي هيئة بيبقى ليها هدف، يعني حتى بيتحط كده بيبقى في عندنا ميشن مهمة، وبيبقى في عندنا الهدف بتاعنا، إحنا هدفنا إيه؟ وهدفنا ده عاوزين نحققه في مدى قد ايه؟ ايوه طبعا الهدف الرئيسي الاول هو ان مصر يبقى عندها قدرات ويبقى عندها تصنيع محلي في التطبيقات المختلفه للفضاء. وعشان بس نبسط الموضوع، الفضاء في جميع مناحي الحياه، يعني مش زي ما الناس متخيله بس ان هو الاقمار الصناعيه ولا اخ، لا، تطبيقاته في جميع مجالات الحياه، في الزراعة، في الصناعة، في البيئة، في رصد التغيرات المناخية، في الإعلام، في كل الوسائل. يعني صناعة الفضاء صناعة يعني كروس كاتنج في كل مجالات الحياة، يعني هي مكون رئيسي للتقدم التكنولوجي في الدول. صحيح. ولها تطبيقات مختلفة كثيرة جدا جدا. ومصر كدولة يعني مش عايزين نقول يعني مرت بمرحلة من
من عدم الاهتمام الكافي بمجال صناعة الفضاء والمشاركة في المشروعات حول العالم في مجال الفضاء، لكن الحمد لله بإنشاء وكالة الفضاء المصرية وبتجميع الكفاءات المصرية اللي هي كانت مبعثرة في أماكن كثيرة جدا في كيان قومي واحد وهو وكالة الفضاء، وتوفير الدعم المادي والسياسي لها، فبقى يعني عندنا يعني كتلة حرجة من العلماء والباحثين والمهندسين في هذا المجال، والدولة بتوفر لهم التمويل. وإن شاء الله طموحاتنا في هذا المجال إن مصر تكون من الدول الرائدة في هذه الصناعة. يا رب. وحضرتك كنت لسه بتذكر من شوية يعني العاصمة الإدارية وما يجب أن تكون عليه، فكمان بالمثل طبعا هناك دول كثير جدا من الدول العربية الشقيقة قطعت شوط كبير في هذا المجال. صحيح. مصر يعني تستحق انها تكون في مكان افضل من كده بكتير جدا. اكيد جدا. اكيد احنا عندنا ميزه نسبيه اصلها هي مساله ان احنا اثرى دوله في المنطقه بالكامل وفي افريقيا بالعقول، فاحنا عندنا ميزه مذهله قادره على انها تحقق اي شيء باذن الله سبحانه وتعالى. دكتور محمود انا بشكرك جدا، دكتور محمود صقر رئيس اكاديميه البحث العلمي.